عبد الرشيدي من مندوب السيد البحري بالداخله. الهدف ديالنا في اي منطقه على الصعيد الوطني هو هدف نبيل، هو حفاظ على الثروه البحريه والنهوض بالوضعيه الاجتماعيه والاقتصاديه المهنيين ديال القطاع. انا اول ايام ديالي هنا بالداخله، نتمنى الله ان الله يعاوننا على اساس اننا نحسنوا قدر المستطاع الخدمات التي تعطى للمهنيين الصيد البحري، وكذلك نساهموا في الحفاظ على الثروه البحريه للاجيال القادمه والنهوض قدر الامكان بالوضعيه الاقتصاديه لكافه المهنيين في هذه المدينه. نتمنوا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الاستراتيجيه كاينه استراتيجيه اليوتيس، هي مسطره اصلا عبر محاور ثلاثه. احنا هذا هو الاطار فاش تنخدموا، ونتمنوا التوفيق من عند الله.